السلام عليكم. حسب الدستور ديال 2006 المعدل 2011، يعني في الطريقة ديال الدستور كاين واحد المقدمة كتقول بأن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة ولغتها الرسمية العربية والأمازيغية. تابع معي هذا الفيديو من بعد نكمل. J'habite à Casablanca précisément au Bornossé. Je vais informer tous les Marocains sans exception qu'ils m'excusent. Parce que je parle pas. Je suis Marocain et je parle, mais parfois j'avais l'habitude. Parce que j'ai travaillé à bord avec les Anglais, les Américains, tous les étrangers. Et j'ai l'habitude de parler en français et en anglais. Et je m'excuse. بغيت نقول لهم بان يعني نبين لهم بانه حي البرنوسي فين كيعيش هاد السيد هو واحد الحي اللي هو فقير كيوقع في الضواحي ديال مدينة الدار البيضاء. ولا بغيت نمشي من وسط المدينة لحي البرنوسي خصني نشد جوج ديال الطوبيسات. يعني انا ما عنديش تعليق على هذا الفيديو. اول المسألة اللي فكرني فيها هو واحد الحكايه ديال واحد السيد كنعرفو اسمه محمد كيعيش هنا في اسبانيا. مشى للمكتب ديال الشغل لقى مع واحد السيد اسمه حسن. هاد السيد حسن ملي تلاقى مع داك السيد هو كيهضر معاه باللغة الإسبانية، وديك اللغة الإسبانية يعني كتشوفها يعني مجموعة ديال الأغلاط. ما كيعرفش يهضر مزيان اللغة الإسبانية، ولكن كيهضر مع صاحب ناس محمد كيهضر معاه باللغة الإسبانية. داكشي اللي عطاه الله المهم كيهضر معاه، حتى طول في الهضرة بزاف. ملي حس براسو تقل على داك السيد محمد تقل عليه بالهضرة يعني بالاسبانيونية وهو كيهضر بها ما مزيانش، فقال له اسمح لي يا اخي راه يعني لاني كنهضر معك بالاسبانيونية لاني نسيت على العربية. وداك السيد صاحبنا محمد بقى ساكت. صاحبنا حسن هو يسول محمد قال لي وانت شحال عندك في اسبانيا؟ قال لي عندي 27 سنة. هو سول محمد سول حسن قال لي انت شحال عندك في اسبانيا؟ قال لي عندي 6 شهور. يعني هنا كاينه واحد المقاربة. طبعا انا ما كنلومش صاحب الناس محمد ولا حسن ولا السيد هذا ولد البرنوسي، لانهم يعني كيعيشوا في المغرب. ولا كنت انا مثلا كنمشي عند صاحبي في المغرب وكيهضر معايا بالفرنساويه وكنمشي للمقاطعه باش ناخذ ورقه ديال الحاله المدنيه ديال ورقه ديال الخلق وكيهضر معايا الموظف ديال الحاله المدنيه بالفرنساويه، وكنمشي عند رئيس ديال الجامعه وكيهضر معايا بالفرنساويه الى ابعد من ذلك. فاذا كان السي عبد اللطيف الجواهري اللي هو والي ديال بنك المغرب او السي بن كيران اللي هو الوزير الاول كيصرحوا يعني بتصاريح القنوات ناطقه بالعربيه ومتواجده على التراب الوطني باللغه الفرنسيه، فهذه صراحه فهذه معضله. هنا كيتطرح واحد السؤال، هاد الناس لما كيوجهوا هاد الخطاب ديالهم؟ طبعا سي عبد اللطيف الجواهري ك والي ديال بنك المغرب اللي عنده منصب كبير في البلاد
او لسيمون كيران اللي هو الرجل الثاني من بجلاله الملك محمد السادس، كيصرح بالفرنسيه لواحد القناه اللي هي ناطقه بالعربيه وكتواجد على التراب الوطني. السؤال هو مع من كيهضروا هاد الناس؟ طبعا عندي هنا واحد جريده ديال الابحاث ديال البحر الابيض المتوسط في العدد ديالها العاشر ديال 2011 الصادر عن جامعه مدريد، كيقول فرانسيسكو موسكورو غارسيا، كيقول بان 60% من الشعب المغربي كيتكلم بالعربيه، 60% من الشعب المغربي كيتكلم العربيه، في حين ان الباقي اللي هو 40% كيتكلم الامازيغيه بلهجتها الثالث. عندي واحد مساله اخرى اللي بغيت نقولها لكم، وهي بانه لو ماروك بوسيبل في الصفحه ديالو 111 كيقول بان الاطفال غير المتدرسين سنه 2000 وصل 20%، وربعه من اصل 10 ما كيكملوش دراستهم الابتدائيه، واحد من اصل جوج ما كيكملش الاعداديه. اللي بغيت نقول في هذه المساله الثانيه اللي طرحت عليكم هي انه هاد الناس هادو اللي هما يعني هاد في عام 2000 عطاتنا هاد البيانات، هاد الناس هادو راهم هما الناس اللي حنا دابا في 2013 اللي هما رجال وهما شباب اللي كيتكلم معاهم السي عبد اللطيف الجواهري و السي المكيران. طبعا هنا اللي بغيتكم ديروا معايا هو عندي واحد التحليل، ما نقولش بانه منطقي ولكن واقعي الى حد ما. فبالاخذ بعين الاعتبار الفشل يعني الذريع للحكومات المتواليه من عهد الاستقلال حتى لدابا اللي فشلت، واحد الفشل ذريع، واحد الفشل يعني ما كيتصورش في مسألة استرجاع كما رجعت استقلال الوطن اللي هو الأرض، استرجع لهذيك الأرض اللغة اللي هي العربية. فاللي بغيت نقول لكم هو أنكم يعني سيروني في هذا التحليل اللي بغيت نقول لكم. يعني انا مثلا على سبيل المثال مشيت لوسط واحد المصلحه حكوميه او مصلحه خاصه وتكلمت معاهم باللغه العربيه، ربما ما ياخذونيش بعين الاعتبار. ولكن انا نفس الشخص مشيت لنفس المصلحه وتكلمت معاهم بالفرنسيه، ياخذوني ربما ب يعني يعتبروني اكثر، يعطوني قيمه اكثر. علاش؟ لاني تكلمت بالفرنسيه. يعني انا الا مثلا جيت عندك وهضرت معك باللغه الفرنسيه ربما تقدرني اكثر، ولا جيت عندك وتكلمت معك بالعربيه ربما ما تاخذنيش بعين الاعتبار. يعني حنا انا وياك اللي حنا مغاربه واللغة ديالنا هي العربية في الوطن ديالنا اللي هو المغرب، الهوية ديالنا اللي هي عربية مغربية، بيناتنا كنحتقروا اللغة العربية وكنعطيو القيمة للغة الفرنسية اللي هي لغة ديال فرنسا، لغة ديال بلاد أخرى، واللغة ديال اللغة العربية كنحتقروها وكنعطيو القيمة للغة الفرنسية. يعني إلا كنا حنا في المغرب اللي هو الثقافه ديالو يعني اللهجه المغربيه واللغه العربيه والدين الاسلامي، كنهضروا باللغه الفرنسيه وكنحتقروا اللغه العربيه، فكيفاش السؤال هو
كيفاش بغيتي ناس اخرين من بلاد اخرى اللي هما اجانب يحترمونا حنا كمغاربه، لكن حنا ما كنحترموش دادنا، حنا كنحتقروا روسنا. فكيفاش بغيتي دوك الناس مثلا اللي هما مثلا فرنسا ولا الطاليان ولا بلجيكا ولا كيما بغات تكون الجنسيه ديالهم يحترمونا حنا المغاربه وحنا كنحتقروا روسنا؟ كيفاش مثلا كيفاش بغيتي ما يحترمونا؟ واحد السيد كيحتقر راسو يحترموا الناس؟ ما يمكنش. حسب الدستور ديال 2011 في الفصل 16 كيقول على جميع المواطنين ان يساهموا في الدفاع عن الوطن. وانا كنقول واخا على الهضره واخا على الهضره واخا على العربيه واخا ندافعوا على العربيه، الى ما وصلناش الله سبحانه وتعالى نكونوا علماء ولا نهزوا السلاح ونمشيو ندافعوا على الوطن ديالنا، نهضروا على العربيه. وعندي واحد الملاحظه صغيره بغيت نقولها في الختام، وسمح لي الا طولت. اللي بغيت نقول بانه في فرنسا الناس راه ما كيشوفوش التلفازه ديال المغرب، راه كيشوفوا غير التلفازه ديال فرنسا. والتلفازه المغربيه راه كيشوفوا على المغاربه، راه ما كيشوف حتى شي واحد اخر. والله يجازيكم بخير وتكلموا معنا بالعربيه. وهذوك الناس اللي عندهم 7 سنين و6 سنين و10 سنين يسمعوا على العربية في التلفازة يحسوا بديك القيمة ديال اللغة العربية. السلام عليكم.